خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في شبورة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 26، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أبدأ معاكم جولة مرورية هنبص فيها على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، لأن الناس بدأت تنزل، وكمان مع عودة الدراسة بدأت الكثافات المرورية تبقى أعلى من المعدلات الطبيعية. هنبدأ جولتنا من القاهرة ونشوف طريق الكورنيش أمام اللي جاي من ميدان المؤسسة، في كثافات مرورية بسيطة حتى ميدان عبد المنعم رياض. أما طريق الكورنيش القادم من المعادي بيشهد كثافات بسيطة عند شارع القصر العيني المتجه إلى ميدان التحرير، وكمان في كثافات متحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وركسي وهشام بركات. أما كوبري أكتوبر متجه لمنطقتي الإسعاف ورمسيس بيشهد سيولة مرية، واللي مكمل أعلى كوبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثافات المرية. أما حركة السيارات بمحور صلاح سالم المتجه إلى نفق المرغني ومصر الجديدة في أيضا سيولة مرورية. هنروح معاكم لشوارع الجيزة ونبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد طبعا ظهور كثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية بسبب غلق الطريق في تقاطع مع المريوطية لإنشاء محطة مترو. كمان بتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وفي أيضا كثافات متحركة للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وكمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان في كثافات مرورية متحركة. بيفضل طبعا التوجه إلى محور عرابي اللي بيشهد كثافات أقل شوية. ومعاكم لمحافظة القليوبية، طريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مرورية، لكن في كثافات مرورية بدأت من الساعة 5 الفجر ده قبل مطلع الدائري بحوالي 3 كيلو، وكمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة، لكن الزراعي المتجه لبنها وكفر شكر في حالة من انتظام المروري والسيولة للمتجه إلى محافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري في كثافات بسيطة أمام القادم من منطقة المرج ومؤسسة الزكاة حتى منزل الطريق الزراعي، وبيفضل طريق طبعا شبرا بنها الحر. هنكمل معاكم جولتنا ونروح مدينة أسوان ونتابع الحالة المرية هناك، وهنبدأ من ميدان السادات إلى شارع كورنيش النيل واللي بيشهد سيولة مرية، وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية عند منطقة الفنادق، بعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية. وبكده خلصت جولتنا في أحوال الطقس وجولتنا المرورية، هرجع مرة تانية لمحمد وجمانة علشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا دينا، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.